العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، ما زلنا في طراق من الشرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 29 من ذي الحجة لعام 38-400 الموافق ليلة 20 والشهر 9 لعام 17-2000، وبقي آخر فصلين من هذه الرسالة الطيبة المباركة، الإيمان بكرامات أولياء الله الصالحين المتقين. نعم، تفضل أخوان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين. الإيمان بكرامات أولياء الله الصالحين المتقين. قال المؤلف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات وفي أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صبر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة. طيب. قال رحمه الله تعالى: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. نعم، أهل السنة ما ينكرون أن في كرامات يكرم الله من يشاء، يكرم الله من يشاء، ولكن أهل البدع بالغوا في مسألة الكرامات، فيأتون بالكثير من الباطل ويزعمون أنها كرامات. والكرامة أمر خارج وخارق للعادة، يعني لو أن الإنسان يمشي على رجليه أليست كرامة؟ الكرامة عامة لجميع الناس، لكن اعتاد الإنسان يمشي على رجليه أو يتكلم بلسانه أو يبصر بعينيه أو يسمع بأذنه، لكن كون الإنسان يأتي بشيء ما اعتاد عليه الناس خارق العادة، هذا يسمى كرامة. الإشكال أين؟ أن الكرامة يعني تتشابه من وجه مع الخوارق الشيطانية، ففي ناس تتعامل مع الجن والشياطين ممكن يدخل في النار ولا يطير في الهواء ولا تحدث الأشياء ما تجري لعامة الناس، فهنا يأتي الإشكال، هذه كرامة ولا أفعال شيطانية؟ طبعا في شيء ثالث وهو خارج عن خارق العادة، وهو الآية، آيات الأنبياء والمرسلين، فأيضا كون مثلا عصا تلقف يعني ما صنعوا مما صنعه السحرة أو يضرب بها البحر بين الفلق نصفين، أو أن الحصى تسبح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو قربة صغيرة يشرب منها جيش كامل، هذه من آيات الأنبياء، يخرج يده فإذا هي بيضاء تسر الناظرين، يلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون، هذا أيضا خارق العادة. فصار عندنا الخارق العادة، إما آية نبي تدل على صدق نبوته من الله عز وجل، يؤتيه آيات حتى يثبت نبوته، وهو يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادة الله ولا شريك له، ويقول أرسلنا الله عز وجل. طيب ما كيف أي واحد يأتي يقول أرسلنا الله يصدق، فيؤيده الله بآيات، وتكون آيات هذه خارقة للعادة، ما يستطيع الناس أن يأتوا بمثلها. وعندنا أيضا أحوال شيطانية أيضا خارقة للعادة، كالذي يأكل جمر ولا يضرب نفسه بشيء ولا يطير بالهواء، ما اعتاد الإنسان يحصل له هذا الشيء. وعندنا كرامات الأولياء، أن الله يكرم من يشاء من عباده بشيء ما يستطيع كل إنسان، فمريم عليه السلام تهز النخلة يتساقط عليها رطب، والنخلة من أقوى الأشجار ثباتا، ما يمكن لرجل أن يهزها فضلا أن امرأة تهزها، والتمر الرطب يعني يخرس ما يسقط عن طريق الهز، وهي امرأة ضعيفة وقد وضعت، والمرأة إذا وضعت يعني ضعفة اشتد، وتهز النخلة يتساقط الرطب، فيدلنا أكرمها الله بشيء خارق عن العادة. فحينئذ
نحتاج لأن نميز بين الأحوال الشيطانية والكرامات الأولياء. أول نقول ما معنى الأولياء؟ الأولياء جمع ولي، والولي ما ذكر الله في كتابه، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقيل كل مؤمن تقي فهو لله ولي، حتى أن يمكن لأي إنسان أن يكون من الأولياء. كيف؟ يؤمن ويتقي فيكون لله وليا. فليس الأمر قاصر على أناس معينين من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زي بزي معين أو اسمه الشيخ أو السيد أو لا لا، كل إنسان يستطيع أن يكون وليا بتوفيق الله عز وجل. بل ممكن أن يقال أن كل المسلمين أولياء لله عز وجل، لكن هل الولاية هذه تتفاوت بين شخص لآخر؟ طبعا كل شيء درجات، ذكرنا في الدرس الماضي التوحيد والإيمان والإسلام والهدى والاستقامة والتقوى، شيء يتفاوت. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في تقي في أتقى، الناس يتفاوتون في تقوى الله عز وجل، يتفاوتون في استقامتهم، يتفاوتون أيضا في ولايتهم لله عز وجل وولاية الله لهم. الله عز وجل يقول الله ولي الذين آمنوا، يعني يتولى أمورهم وينصرهم ويحبهم. والولي لله أيضا هو يحب الله عز وجل ويطيع الله ويستقيم على أمره، عنده إيمان وتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن إذا أطلق يعني كرامات الأولياء، المقصود يعني الذي هو متقدم في طاعة الله في إيمانه وتقوى، فيكرمه الله عز وجل. فالمقصود أن ينظر في حال الشخص، إذا كان هذا الإنسان على إيمان اعتقاد صحيح وعلى تقوى عمل صالح حافظ على الصلوات استقامة في ظاهره عفيف اللسان على خلق يتأدب بأداب الإسلام، ثم يكرمه الله بشيء خارج عن العادة، كان ينجيه الله من شيء ولا يكرم بأي شيء، فممكن نقال هذا إيش؟ كرامة. وأما إنسان تارك للصلاة وقد يكون كافر بالله، قد يكون رافضيا، قد يكون مبتدعا، عنده من الشرور وسوء الأخلاق، ويقول إيش؟ كرامة كرامة، هذا واضح أصلا، لا عنده إيمان ظاهر ولا عنده تقوى. والله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا رأينا إنسانا دجالا كذابا فاحش تارك للصلاة أو يستثقل الصلاة أو يأكل أموال الناس بالباطل ويزعم أن عنده كرامات، لا، هذا أقرب ما يكون أنه يتعامل مع الجن والشياطين. طبعا آيات الأنبياء شيء آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والنبوة إما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. إما أن يأتي إنسان يقول أنه نبي ويكون نبي الله حقا قد نبأه الله فهو أصدق الصادقين وكان آخره مخاتمه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن يأتي إنسان وليس بنبي ويدعي نبوة فهذا أكذب الكاذبين. وبالإجماع بعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من ادعى النبوة فقد كفر، من ادعى النبوة قال الناس أنه نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأن الله يقول ولكن رسول الله خاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، فالذي يدعي النبوة كذب الله ورسوله فهذا كافر، واضح. فالآن نحن الآن يعني نريد التمييز بين كرامات الأولياء، شيء خارج عن العادة خارق للعادة، وبين الأحوال الشيطانية. فنقول ينظر في ماذا؟ في حال الذي جرت على يديه هذه الخارقة، هل هو مؤمن تقي؟ الإيمان قول وعمل، يعني أعمال المؤمنين كالمحافظة على الصلاة، كعفة اللسان، كالبر، كالصلة، الأمانة، الصدق، ولا عنده كذب وعنده تخلف عن الصلاة وعنده قلة ذكر وفحش في لسانه، كذب وأكل أموال الناس باطل. ينظر بعضهم كفار يقول لك بعد أنه من كرامة الأولياء، فهم دائما يتسترون في هذا الموضوع حتى يأتون بأحوال شيطانية. ثم هل من الكرامة أن الإنسان يضرب نفسه؟ لماذا تضرب نفسك أصلا؟ هذا جنون. أو يضرب نفسه مثلا بالشيش بالسيف يخرق نفسه، طيب ربنا جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ها
هذا فعله معصية ما هو كرامة، فعله معصية، من قال تضرب نفسك؟ ولذلك مما يؤخذ على الرافضة أنهم يضربون أنفسهم تعبدا، والدم من أهل العلم قال نجس، منهم قال ليس بنجس لكن إيش مستقذر. يعني تصور لو مثلا نزل منك رعاه من أنفك وأصاب ثوبك وجالس معنا في المجلس هذا، إيش هذا؟ لا والله أنفي أرى. طيب روح غير ثوبك ولا اغسله، يعني شكله الدم مستقذر. فمن قال أن من تعبد لله أن الإنسان يضرب نفسه وينزل الدم؟ ما أمرك الله بهذا ولا رسول، بل الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ما أمرك الله أن تعذب نفسك بهذا، بل لو أن إنسان أراد أن يجهد نفسه في صيام أو قيام لكان منهي عن ذلك. ولا لا تعرفون هذا ولا لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حبلا قد مد بين ساريتين، قال ما هذا؟ قال هذا لفلانة تقوم الليل فكلما فترة مسكت بالحبل. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطه، وراء رجل قد ظلل عليه، قال ما باله؟ قالوا مسافر صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني لمن كانت حالته مثل هذا. ما أمرك الله أن تعذب نفسك في عبادة مشروعة صيام وقيام، فكيف يأتي الإنسان يعذب نفسه في اللطم والضرب؟ هذا ما أنزل الله بالسلطان. فإذا رأينا شيئا مثل هذا عند إنسان منحرف في العقيدة وفي المنهج وفي الأخلاق وفي فحش لسانه وعنده خوارق، هذا قطعا أنها ليست كرامات أولياء، لأنها أصلا ما هو ولي ولا شكل ولي ولا مواصفات الأولياء فيه. فأهل السنة ما ينكرون كرامة الأولياء، لكن ذكر الشيخ الإسلام تبي له كتاب كامل اسمه إيش، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أو نحو هذا، أذكر قرأناه كاملا للدروس، يعني فيه بحوث طيبة جدا. ذكر مما ذكر في الشيخ الإسلام تيمية أن الكرامات في المتأخرين أكثر منها في المتقدمين، لاحظ يعني كثرت بعد الصحابة أكثر ما كان إيش في عهد الصحابة. قال لماذا؟ قال لأن الناس احتاجت إلى ما يقوي يقينهم بخلاف الأوائل، كانوا على يقين أقوى من ممن جاء بعد. لذلك الحوادث التي وقعت في التاريخ يعني تاريخ الإسلام تجد كثرت بعد الصحابة أكثر منها في عهد الصحابة، وكثرت بعد في تابعين أكثر منها في التابعين. وعلى كل حال كرم الله كثير، بل يمكن يقال أن المسلم في كل لحظة هو إيش عايش في كرامة. لما؟ لأن الله عز نعمه كثيرة على عباده، ينعم الله على نعم عظيمة جدا، يسر لنا وسائل النقل وسائل الطعام وسائل الزراعة والصناعة، هذا كله كرام من الله عز وجل. لكن المقصود أن يأتي شيء خارق العادة فينقذ الله عبدا في موقف من المواقف، أو مثلا كلا قصة أصحاب الأخدود، الغلام الذي أخذ في إلى أعلى جبل فارتجف الجبل سقط ورجع يمشي، وحملوا في قرقور يعني سفينة صغيرة في وسط البحر، من كفأت السفينة كفأ القرق ورجع يمشي. هذا شيء أكرمه الله، قال الله مكفيهم بما شئت وأكفاهم وكفاهم الله عز وجل، فتحصل كرامات مثل هالنوع. نعم. طيب بعدين يا أخوان الكرامة ليس كما يفعل هؤلاء الدجالون، كأنه وضع الكرامة في جيبه متى ما شاء أخرج الكرامة. لا، الكرامة موقف فيكرمك الله فيه، انتبهتم؟ مو شيء يأتي حاط عنده موعد ومجمع الناس الحين بفعل كرامة يضرب نفسه وكذا، يعني كأن الكرامة في جيبه متى شاء أخرجها واستعمل متى شاء أعادها، هذه مو كرامة. هذا يقول لك ثم هل الولي يأتي يزكي نفسه يقول أنا ولي؟ هذا نفسه تزكيته لنفسه هذا نقص. يأتي واحد يقول أنا مؤمن تقي؟ فهؤلاء يزعمون أنهم لهم كرامات ولهم ولهم لهم، يعني هذا في حد ذاته كونه يدعي لنفسه أنه من أولياء الله وأنه عنده كرامات، هذا ذاته نقص فيه في إيماني وفي تقوى. نعم، واضح الكلام. طيب يقول ثم قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون طيب هذا الحديث، يعني الحقيقة حديث من أحاديث المنهج، قال عليكم بسنتي. عليكم على الحرف على يعني يدل على الوجوب، يعني ألزموا عليكم ولله على الناس حج البيت، يعني يجب عليهم، فيوجب علينا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتمسك بسنتي. والسنة يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الاعتقاد، بل أن المتقدمين كانوا يسمون كتب الاعتقاد يسمونها ماش السنة، السنة للنبي عاصم، السنة للبربهاري، السنة لمثل عبد الله ابن الإمام أحمد. يعني إيش معنى السنة؟ يعني كتاب الاعتقاد يسمونه السنة. فالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الاعتقاد والعمل، واضح. وهنا في مسألة منهجية كبيرة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. فهنا لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال عليكم بسنتي، قال وسنة الخلفاء. فلذلك يمتاز أهل السنة بأنهم يقول نحن على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ولا كل الناس يقول كتاب والسنة، لكن هل أنتم على ما كان عليه سلف الأمة؟ ذاك في الحديث إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال كلها في النار إلا واحدة، قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم هم التطبيق العملي للسنة، هم التطبيق العملي للسنة، مهم جدا هذا القيد. يعني ربنا جل وعلا كل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، ينادي المؤمنين صلوا عليه وسلموا تسليما. فيأتي من يقول ربنا جل وعلا خاطب المؤمنين وقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيأتون مجموعة كبيرة ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت جماعي. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا، خاطب المؤمنين وقال صلوا عليه وسلموا تسليما. إيش رأيكم استدلالا؟ نقول طيب الذي قال يا أيها الذي قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هو الله عز وجل، وأنزل هذا القرآن على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه أن يصلوا عليه، هل كانوا بهكذا يصلون كما تفعلون؟ هل فهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن يصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام استدلالا بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما بهذه الصورة اللي أنتم فيها؟ الجواب لا، يتغنون وينظمون ولحنون الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، أو واحد يصلي يردون عليه وصوت جماعي. الصحابة طبقوا هذا التطبيق، بيننا وبينكم ماذا؟ تطبيق الصحابة للكتاب والسنة. هل الصحابة فهموا من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا الصورة أنتم عليها؟ الجواب لا. وكذلك يقول قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، شوف قال يا أيها الذين آمنوا، فنادى المؤمنين جماعة يذكر الله جماعة. نقول الصحابة فعلوا ذلك؟ فعلوا ذلك؟ الجواب لا. كذلك يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو غير معين شرعا ولا تاريخا، مو هو معروف بالضبط متى أي يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، لو كان من الدين لحفظ الله الأمة اليوم الفلاني ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحتفل بمولده بذكرى مولده، لكن ما حصل، ما هو محفوظ. فنقول هل الصحابة، يقول هذا من باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتبجيله، طيب هل الصحابة فعلوا ذلك؟ الصحابة يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعونه ويفدونه بأرواحهم وأموالهم وأهليهم، ما فعلوا ذلك، ما احتفلوا بالمولد. فتطبيق الصحابة مهم جدا. فذاك نلاحظ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. يقول قائل طيب ألا تكفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تكفي ولا تكفي؟ تكفي ولا تكفي؟ نقول تكفي لو أنك تدبرت، لو وجدت أن المكتفي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية بسنة الخلفاء، فلما تأخذ بسنة الخلفاء من أوصاك بسنة الخلفاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كنت متمسك حقا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
ففي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الأمر ها باتباع الصحابة، اتباع الخلفاء، كما في حديث ما من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ها صح، وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. فحقيقة التمسك بالسنة أن تتمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جاء الأمر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أقل ما ينتبه له. لأن ممكن يأتيك واحد يهاجمك يقول تقول كتاب والسنة وما كعسى في الأمة، طيب ألا يكفي الكتاب والسنة؟ بعد يأتيك من يقول ألا يكفي الكتاب؟ ألا يكفي الكتاب؟ لماذا نأخذ بالسنة؟ ألا يكفي الكتاب؟ قال جل وعلا أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الله يقول ما يكفيكم الكتاب؟ فيأتي يقول الكتاب إيش سنة بعد؟ يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي ولا ما يكفي؟ قلت لو أنت أخذت بكتاب الله حقا فإن في كتاب الله الأمر بالأخذ بالسنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لامرأة يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن، فسمعت أن ابن مسعود يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله النامس والمتنمس، فجاءته قالت من أين لك هذا؟ قرأت كتاب الله ما وجدت. قال ألا أنك لو قرأتي لوجدتي. قالت والله قرأت ما بين لوحي، يعني الجلد للجلد ما بينه ما وجدت. قال ما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصة في الصحيحين البخاري ومسلم. فالتأصيل هذا أخذك تأصيل، إذا أنت فعلا ما أخذ كتاب الله فإن كتاب الله يدعو إلى ماذا؟ إلى الأخذ بالسنة، بل أن كتاب الله يدعو الأخذ بالكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن. قال جل وعلا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا كما آمن الناس، من هم الناس المؤمنون؟ المؤمنون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول القرآن الصحابة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يعني الصحابة. وقال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من هؤلاء اللي آمنوا؟ آمنتم يخاطب من جل وعلا عندما نزل القرآن؟ ما في إلا من؟ إلا الصحابة. القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ما قال الله فإن آمنوا بمثل ما آمنت به، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ويقول الله عز وجل في القرآن قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شوف شاقق الرسول يعني يكون في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم في شق. ويتبع لم يكتفي الله عز بقوله ايش ومن يشاقق الرسول، قال ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى وصلي جهنم وساءت مصيرا. اذا من تمسك بالقران حقا تجد في القران الدعوه يتمسك بالسنه، الدعوه يتمسك بما كان عليه المؤمنون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وذاك هنا في الحديث ماذا قال؟ انتبه إلى هذه الفائدة. ماذا قال؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي واحد وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. انتبه تمسكوا بها. هل قال تمسكوا بهما ولا قال بها؟ ماذا قال؟ هذا أمامكم، ماذا قال؟ تمسكوا بها. ثم قال وعضوا عليها، ولا قال عليهما؟ عليها. إذن على ماذا يدل؟ يدل على أن سنة الخلفاء هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لم يقل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي تمسكوا بهما وعضوا عليهما، بل قال تمسكوا بها وعضوا عليها. فسنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ميزة يمتاز بها أهل السنة أنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، ما كان عليه أصحابه. نعم. قال وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم هذا أسلوب تحذير، والمحدثات، محدثات الأمور تكون إيش؟ محدثات في الدين، محدثات في الدين. وهذا من آكد الأبحاث التي يبحثها للسنة تكلم يحققونها ويقررونها، ما فيها غيرهم أصلا. يعني ما تجد أي صاحب دعوة يركز على لابد من اتباع السنة والتحذير من المحدثات. الكل يحدث ويقاتل من أجل المحدثات إلا أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، تجدهم يركزون تركيزا تاما على ماذا؟ على التحذير من المحدثات. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟
في حديث مهم جدا، يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا من أصول الإسلام، هذا حديث عائشة في الصحيحين من أصول الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى، ما يتكلم لغو. فماذا قال في هذا الحديث؟ قال: من أحدث في أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل كلمة، كل جملة لها معنى. من أحدث أن يحدث شيء، هو يحدثه، هو يأتي بجديد. قال: في أمرنا هذا، يعني في الدين، في الشريعة. فهذا احتراز في أمرنا هذا يدلك على ماذا؟ أنه لو أحدث في غير الدين باب مفتوح، أحدث في وسائل المواصلات، في وسائل النقل، في وسائل الكتابة، في وسائل الإذاعة، في وسائل التعليم، في وسائل الخياطة، الزراعة، أحدث، جزاك الله خير، وفي عنا وفي عن المسلمين. لكن إيش؟ لا تحدث ماذا؟ في أمرنا هذا. ثم قال: ما ليس منه. شوف، حتى في ناس يدعو إلى التمسك بالسنة وينبذ ما خطه العلماء وأتعبوا أنفسهم وأراحوا غيرهم ورث الأنبياء فيما وضعوه في تسهيل العلم، فجمعوا الشروط والواجبات والأركان والمستحبات والضوابط والقواعد والمكروهات والمبطلات والمفسدات، رقموا وحطوا وافعلوا كسروا، أشياء عجيبة تعبوا فيها، قسم، أتوا بشروط الصلاة، أتوا بواجباتها، أركانها، مستحباتها، مبطلاتها، مكروهات الصلاة، كذلك الوضوء، كذلك الحج، كذلك الصيام، أتوا كذلك التوحيد وقسموه إلى ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، أتوا إلى القرآن قسموه في تقاسيم كثيرة، من ناسخ ومنسوخ ومكي ومدني ومحكم ومتشابه، وقسموه إلى طوال وإلى متوسط وإلى مفصل وطوال مفصل، أشياء كثيرة ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انتبه ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. يعني إذا أتيت بشيء هو من الدين، بحث 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 فوجدت أن الصلاة ما تصح إلا إذا دخل وقتها، والله يقول: إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتة، فقالوا: يشترط دخول الوقت. ووجدت في الأدلة أن الصلاة لابد لها من وضوء، فمن لم يتوضأ لا تصح صلاته، لا صلاة بغير وضوء، فقالوا: الوضوء شرط. وبحث وجدوا أن لابد من ستر العورة حتى تصلي، ما تصلي عريانا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقالوا: من شروطها ستر العورة. إذن هم لما قالوا شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وإزالة النجس ورفع الحدث وستر العورة واستقبال القبلة والنية، هذا منه أو ليس منه؟ يعني هل في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط الصلاة 9؟ لا والله ما في. فهل من البدعة أن تقول شروط الصلاة 9؟ هل هذا من المحدث؟ لأن هذا ماذا إخوان؟ من الدين. والشرط ماذا قال عليه الصلاة والسلام حتى يكون ردا يعني مردودا؟ قال: ما ليس منه. أما إذا أتي شيء منه هذا لا بأس به. قد أحسنوا ولا أساءوا العلماء لما قسموا التقسيمات؟ قد أحسنوا إحسانا عظيما. فلا بد من هذا، أن نعرف هذه الجمل ما في جملة لا معنى لها، وإنما كلها جمل محكمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من الناس من يحدث ولا يلتفت إلى هذا الحديث، وهو التحذير، قال: إياكم محدثات الأمور. لا، يأتي ويحدث، ربما يحدث ويقول سنة حسن، بدعة حسنة، يقول بدعة حسنة. شوف، ومن الناس من يقول: إيش المانع أن نبتدع في الدين؟ إذا كل شيء قلت بدعة بدعة، إذا السيارة بدعة، طيارة بدعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركب سيارات، ما ركب طيارات، أقول: إيش؟ من أحدث في أمرنا. ثم يأتي من يقول: ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد ثلاث أقسام، ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة شروط ولها أركان. نقول: ماذا قال؟ قال: ما ليس منه، أما إذا كان منه فلا بأس. ثم الحكم إذا أحدث في الدين ما ليس منه فالحكم فهو رد، يعني فهو مردود. فهذا ما يقرر واحد غير أهل السنة أبدا، ما يقرر حتى من الناس من يدعي التمسك بالسنة
ويتمسك إلى حد أنه ينبذ كتبها العلم وتقسيماتهم وجهودهم وجهادهم وتصنيفاتهم، زاعما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ألف في أصول الفقه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أبواب للفقه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قسم التوحيد؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم ألف كتب؟ كتب وفصول وأبواب وحواشي وفهرس بعد؟ ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن بدعة. شوف، هذا يريد أن ينسف ماذا؟ ميراث عظيم سطره العلماء وجاهدوا فيه مئات السنين، تأليف وتصنيف، وكل واحد يأتي يكمل على ما كتب قبله، يأتي هذا وينسف هذا كله، يصرف الناس عن هذا الخير، عن هذا الميراث التراث العظيم. هذا أيضا خطر على الأمة، وسبب الفهم السقيم. قالوا إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، استمر. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. نعم، ما في إجماع على مسائل ليس عليها دليل، إما نص وإما استنباط واضح غير قابل، يعني لا يحتمل معنى آخر. كل المسائل مجمع عليها كلها على أدلة الكتاب والسنة، أو شيء ظاهر في الدين معلوم من الدين بالضرورة. نعم. قال الشارح رحمه الله: إذن لماذا نقول إجماع ما دام كل شيء فيه دليل؟ الكتاب والسنة، لماذا نحتاج الإجماع؟ لأن الكتاب والسنة أيضا في بعض الأدلة محتملة من حيث المعنى، من حيث ثبوتها. ها؟ فإذا قام الإجماع ما في خلاف أن الشيء فلان حرام أو الشيء فلان واجب، فهذا يؤكد الحكم المذكور في الآية أو في الحديث، لأن حتى الآية نفسها وإن كانت قرآن آية قرآنية ثبوتها متواتر وهي قطعية الثبوت، قالها الله ولا شك في ذلك، تكلم الله بها الآية الفلانية، لكن معنى الآية هنا يأتي الظن، معنى الآية هل الآية معناها كذا ولا كذا؟ واضح؟ لأنها في أشياء كثيرة تحتمل، حتى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هم صحابة سمعوا الرسول عليه السلام، هم عرب، ومع ذلك اختلفوا في فهمهم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا يأتي، فإذا قام الإجماع على شيء معين أكد أحد المعنيين، أو أن المعنى هذا هو الوحيد الذي لا ثاني له. نعم. قال الشارح رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة كما قال المؤلف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التصديق بكرامات الأولياء وما ذكر الله عنهم وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى بعد ذلك. والكرامة هي الخارق للعادة، يجري على أيديهم شيء يخرق العادة، ليس في العادة وجوده على يد المخلوق، يقال لها كرامة إذا كان الشخص من أولياء الله من المؤمنين الصادقين، فإن كان من غيرهم فهو من خوارق السحرة ومن خوارق الشياطين. أما ما كان على يد المؤمنين فهذا من كرامات الأولياء، ولا تكون كرامة إلا إذا عرف بالاستقامة على دين الله، مثل ما قال الشيخ رحمه الله: لو طار في الهواء أو مشى على الماء ما يعد وليا، حتى يوزن بميزان الكتاب والسنة، فإن استقام على الكتاب والسنة فهو من أولياء الله، وإلا فهو من أولياء الشيطان، كما قال عز وجل: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون.
ومنهم أهل الكهف أكرمهم الله 300 عام نوا وازدادوا 9، ثم أماتهم الله بعد ذلك. هذه آية من آيات الله، لإيمانهم وتقواهم جعلهم الله آية وعبرة. وكما جرى لعباد بن بشر وأسيد بن حضير الصحابيين الجليلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاءت لهما أسواطهما، كل واحد صار صوته سراجا ينير له الطريق، حتى وصل كل واحد إلى بيته إلى أهله. ومن ذلك قصة الطفيل الدوسي رئيس دوس، لما أسلم تأخر عليه قومه، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعل لي آية لعلهم يهتدون، فسأل الله له أن يجعل له آية يهتدي بها قومه، فجعل الله بين عينيه مثل السراج لما أتى قومه، فقال يا ربي في غير وجهي، فجعله الله في صوته إذا رفع صوته أنار نورا، فهدى الله به قومه بأسبابه وجاء بهم مسلمين. والمقصود أن الشيء الخارق للعادة إن كان صاحبه متقيا لله معروفا بالخير فهي كرامة، وإن كان بخلاف ذلك فهي من مخاريق السحرة والشياطين، وهم يتبعون في هذا الكتاب والسنة. ومن أصول وهم يتبعون على السنة السحرة والشياطين، وهم يعني على السنة يتبعون في هذا الكتاب والسنة. نعم. ومن أصولهم اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه خلفاؤه الراشدون وأهل السنة، هذه من طريقتهم السير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آثاره وآثار خلفائه الراشدين، هذه سنة أهل السنة والجماعة، ولهذا يقال لهم أهل الكتاب والسنة، ويقال أهل الكتاب ويقال أهل الجماعة، والجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وسموا أهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة وصدقوا بهما ووزنوا الأمور بهما، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على تعظيم الكتاب والسنة والأخذ بهما، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال الكتاب. هذا الأصل الأول. والأصل الثاني السنة الصحيحة. والأصل الثالث الإجماع المنضبط، إجماع السلف، إجماع الصحابة، فكل قول وعمل يفعله الناس يوزن بهذه الأصول، فما وافقها قبل وما خالفها رد، وما خالفها رد على صاحبه كائنا من كان، وفق الله الجميع. الفصل الأخير، تفضل اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق. من صفات أهل السنة التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. قال المؤلف رحمه الله: بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الفصل الأخير.
التحقيق قد يلاحظ فيه شيء من الغرابة، وهو أن الرسالة في ماذا؟ في العقيدة، العقيدة الواسطية، صح؟ فما دخل العلاقة، فما علاقة الأخلاق بالعقيدة؟ كتب الأخلاق لها مجال آخر، كيف يذكر الأخلاق هنا في كتاب الاعتقاد؟ قل نعم، أهل السنة أهل الاعتقاد الصحيح أخلاقهم حسن، بل هم أحسن الناس أخلاقا، والعكس بالعكس، أهل البدع كلما اشتدت بدعتهم وعظمت بدعتهم كلما كانوا أسوأ الناس أخلاقا، ولذلك أسوأ ما تجد من الأخلاق أخلاق الرافضة. لما؟ لأن بدعتهم أشد من غيره، فتجد عندهم الكذب وكموا الناس بالباطل، السب واللعن، واحش، ها؟ بينما إذا استقامت العقيدة استقامت العقيدة استقامت الأخلاق، ولذلك نجد أكمل الناس خلقا من الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعض العلم ما امتدح الله عز نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم من هذا المدح، لما قال وإنك لعلى خلق عظيم، كأن الخلق منبر والرسول عليه الصلاة والسلام أعلاه، وهذا هو حق، هذا حقيقة الواقع عليه الصلاة والسلام. تجده في التواضع، في الكرم، في الشجاعة، في صلة الرحم، في معاشرة الزوجة أو الأزواج، في العفو، ما في باب من أبواب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أتى أعلاه، ما في أحد أشجع منه ولا أكرم منه ولا أشد منه تواضعا ولا حياء ولا حفظا لللسان ولا حفظا لحقوق الآخرين. حتى مع الكفار عفوه عجيب، ما يقارب أحد فضلا أن يعني يساويه، فضلا عن أن يفوقه، هذا شيء من رب العالمين. حتى قبل النبوة، تصور قبل النبوة ما أخذ على شيء من سوء الخلق صلاة ربي السلام عليه، فكان من آيات نبوته مكث 40 سنة قبل النبوة ما لحظ عليه شيء في أخلاقه، لم يلاحظ عليه شيء أخلاقه من السوء، بل كانت أخلاقه عالية، يكرم الضيف، يقلع الضيف، ويصل الرحم، ويعين على نوائب الحق، كما قالت خديجة رضي الله عنها: كلا لا يخزك، والله لا يخزك الله أبدا، فإنك تقلع الضيف وتصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق، يعني أنك تساعد الناس وتصل أرحامهم وتكرم، مع أنه قبل النبوة، فكيف وقد زينه الله بالإيمان والقرآن وجعله الله عز وجل أسوة حسنة يقتدى به؟ في أي جانب من الجوانب تقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم فأنت مصيب، إلا ما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: هل آية تدل على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: كيف؟ وجه الدلالة. قال: لما جعله الله أسوة حسنة، لو كان يصيب ويخطئ كان الناس اقتدت بأخطائه، لكن كان حتما لابد أن يكون معصوما حتى يصلح للاقتداء في أي جانب من الجوانب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال: أقربكم منه مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. اللي يحسن خلقه يكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يكون فيه شبه من النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في التواضع، في الصبر، في العفو، في الكرم، في الشجاعة، ما يؤخذ عليه شيء عليه الصلاة والسلام. وذاك من الخطأ الكبير الفاحش أن يأتي إنسان إلى شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام ويتنزه عنه، يقول له عيب 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 فعل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام حتى عيب ما يفعل، لا يفعل شيء عيبا، بل حتى كان يأتي الرجل كاذب ويسأله فيعطيه، ويعرف أنه كاذب، يعرف أنه كاذب يعطيه، قال لأن أبى الله إيش أنا أرد سائلا، هو بالذات ما يرد أحد، ها؟ ويعني أراد من الصحابة أن يقتل رجل فيه ما فيه من السوء ويستحق القتل، فقال يعني يا رسول الله لولا غمزت لنا أو لم حركة، قال ما كان لنبي أن يكون غمازا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما هو أخلاق عليه الصلاة والسلام، لا يعيب أحدا ولا يقتل أحدا، أخلاق مهمة جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك درجة الصائم القائم بحسن خلق. أخلاق مهمة جدا، وانظر إلى تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجه.
ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين ماذا وماذا؟ بين الدين والخلق، مع أن الخلق من الدين لكن ذكر لبيان أهميته. ولذا كم من إنسان يا أخوان، هذا هو الواقع، يكون دينا، معروف متدين، لا أصعب خمور، لا أصعب فواحش، لا ولا، لكن في سوء في أخلاقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ من أتاكم ترضونه دينه وخلقه. في ناس هكذا قد يكون كتاب وسنة ومنهج وشاد حيل، لكن أخلاقه سيئة، في نقص في الأخلاق. الشيخ الألباني رحمه الله دعا دعوة طويلة عشرات السنين، هو يقول إيش؟ تصفية وتربية. إيش معنى التصفية؟ إيش معنى التربية؟ تسمعونها كثير من الألباني رحمه الله. قال تصفية، تصفية الإسلام مما دخل فيه من العقائد الباطلة، من الإسرائيليات، من الحديث الموضوعة المكذوبة، من البدع، من خرافات ومحدثات، ها، تصفيته طلع كما أنزله الله. والتربية، تربية الناس على هذا الإسلام والتمسك به. فقبيل وفاته في السنة الأخيرة قال بعد هذه الدعوة الطويلة دعنا حصل تصفية، لكن ما زال النقص فيه في التربية. فعلا فعلا. ذاك في كلمة مأثورة عن الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، يقول الدعوة، دعوة آية من آيات الله، فعلا الدعوة ما تندثر ولا تموت على شدة وكثرة أعدائها، من الشرق، من الغرب، من المنافقين، من اليهود، من النصارى، من الإباحيين، من وسائل الإعلام، من من من، والدين باقي. يقول الدعوة آية من آيات الله ما يستطيع عليها أحد، لكن يخشى عليها من أهلها، هم الدعاة، هم طلبة العلم، هم المشايخ، هم يتناحرون تناحر، والله يفعل بعضهم يفعل بإخوانه فاعيل ما يفعل، ما يستطيع يفعلها لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم ولا غيرهم. لماذا؟ لأن ذاك عدو ظاهر. لكن يأتي من ينتسب الدعوة بسوء أخلاقه، ربما طفش الناس، ربما كره الناس حتى من كتاب التوحيد، من القرآن، بسبب سوء الأخلاق. فالأخلاق باب مهم جدا جدا في الدين. تذكروا حديث من أتاكم ترضونه ماذا؟ دينه وخلقه. أخلاق مهمة جدا. وياما في ناس ظاهرهم ليس يعني التدين الزايد، قد لا يكونوا ملتحين، قد يكونوا في شيء، لكن عنده أخلاق سبحان الله، عنده بر بوالديه، عنده صدر حام، عنده رحمة، عنده سماحة في التعامل، عنده كرم. وفي ناس قد يكون ظاهر التدين لكن الله المستعان صعب، عسر، بخيل، كذاب، غشاش، يأكل أموال الناس، يغتابهم، يضربهم، موجود هنا. ولا بعضهم يعني ينتسب العلم وملتحي وربما يدرس دروس ويضرب الناس، شيء عجيب. شلون تضرب؟ كيف تعتدي على مسلم؟ سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، كيف تتسب الناس وتضربهم تعتدي عليهم؟ كيف؟ وأين أخلاقك؟ أين تعلمك؟ أين تعليمك؟ أين الدروس؟ أين الخطب؟ أين الاستقامة تدعيها؟ هذا خطأ كبير جدا. فذاك شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ختم هذه الرسالة في العقيدة، قال إن أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ويتمسكون بها ويتحلون بها، وهكذا الأسوة الحسنة للإنس والجن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ماذا؟ على خلق، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم لكم الأخلاق. بعدين الأخلاق يا أخوان ترى مكتسبة، يعني لا بد الإنسان يدرب نفسه ويصبر ويطور من نفسه، ممكن تحسن أخلاقه. ولما دعينا إلى حسن الخلق؟ لو كان الخلق ما يمكن الإنسان يكسبه ويتخلق فيه، لا، ممكن أنت بخيل تتكرم تتكرم وتصبح كريما، غضوب حلم التحلم، ها، جبان، ها، ممكن تصير شجاع، هذا ممكن يا أخوان. الأخلاق ممكن أن تكتسب، كما أنه يتأثر الإنسان بالأخلاق الآخرين، يتأثر بأخلاق الآخرين، فأمر مكتسب. في من الأخلاق يجب لك الله عليها، وفي من الأخلاق تكسبها. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني في ناس قبل الإسلام كان عنده خلق ولا شجاعة ولا كرم ولا، فيسلم على ما كان من الأخلاق. وفي ناس كان غليظا، كان فظا غليظا، كان فيه ما فيه قبل إسلامه أو قبل استقامته وتوبته، فبعدها كسب وتخلص من أشياء. وقد يكون هذا أجر أعظم من الإنسان أصلا، يعني واحد غضوب شديد الغضب فيعاني يعاني يعاني تربي ربي نفسه حتى يصبح حليما، هذا قد يكون يحصل منهم الأجر والثواب ما لا يحصل عليه من هو إيش
أصلا من طبعه هكذا فيه حلم أو ما يغضب إلا كل 10 سنوات مرة. لكن إذا واحد شديد الغضب ومع ذلك يمسك نفسه يعني صعوبة جدا. الناس هكذا ورافع عند الأعصاب وروح يمسك نفسه لله يعفو. في ناس بخيل عنده يعني ممكن روحه أهم من ينفق ومع ذلك ينفق وآتي المال وآتي المال على حبه معنى يحب المال ومع ذلك يؤتيه لأن رغبة فيما عند الله عز وجل. فكله يعني يجاهد هذا وهذا. نعم تفضل. قال وندبون إلى أن تصل من قطعة. ما معنى يندبون؟ يعني يدعون. نعم تفضل. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. تعفو عن من ظلمك. خلينا نوقف عند هذا قليلا. بعض الناس إذا قلت اعفو عن فلان قال كيف اعفو عنه؟ فعلوا. طيب ما قلنا لك اعفو عنه إلا أنه فعلوا. عن من تعفو؟ العفو في حق من يخون؟ في حق من أحسن ولا من أساء؟ أو في حق من لا يعرفك ولا تعرفه؟ لا أحسن إليك ولا أساء. واحد ماشي بطريقة تعفو عنه ما يعرفك أحسن، لا اعتدى عليك ولا ها؟ ولا واحد محسن لك تعفو عنه. متى يأتي العفو؟ في حق من؟ في حق المسيئين. فبعض الناس إذا طلب منه العفو لمن أساء إليك كيف فعلوا. طيب هذا لأنه فعلوا. فلأنه فعل وكلما كان فعله من يعني اعتدى عليك أشد كان العفو هنا أعظم أجر. واضح؟ نعم تفضل. قال ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان لليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. كل كلمة هذه تحتاج إلى درس وليس موضوعه، لكن هنا يقول الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. يعني تستطيل بحق هذا لا يجوز. كما إنسان قال جل وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقل جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني حتى لو جئت لتنتقم أو تقتص بمقدار حقك ما تتجاوز ما تستطيع. صح أن من حقك أنك ترد السيئة بالسيئة أو أنك لا تعفو هذا من حقك، لكن لا تزيد. واضح؟ أما الاستطالة بغير حق واضح ما يجوز الإنسان يستطيع الناس بغير حق. نعم. قال وكلما يقولون ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المهدي الخالص عن الشوائب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل. أقرأ الحاشية الأبدال. قال الأبدال جمع بدل وهم الأولياء العباد الزهاد، سموا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل بآخر مكانه. هذا نقلا عنه أن هذا في غرب الحديث يعني لابن أثير والأثر لابن أثير. نعم أقرأ كلام طريق شيخ باز ونختم به. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف عن أهل السنة والجماعة كلمات عظيمة تكتب بماء الذهب، ينبغي على كل مؤمن أن يعتقدها وأن يستقيم عليها وأن يسير عليها، لأنها هي قول أهل السنة والجماعة، ولأن القرآن العظيم والسنة المطهرة قد دل على ذلك،
فأهل السنة والجماعة موصوفون بكل خير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، متقيدين بالشرع كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا يرون إقامة صلاة الجمعة والأعياد والجمع والجهاد مع الأمراء أقراراً كانوا أو فجاراً، لما في هذا من استقامة الجهاد وأمن البلاد واتحاد الكلمة. وزره هو معاصيه عليه، ولو كان عنده المعاصي فيصلون معه الجمع والجماعات. ولو كان عنده بعض المعاصي فيصلون معه الجمع والجماعات ويجاهدون معه، كما جرى في عهد بني أمية وبني العباس وغيرهم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويدعون إلى أن تصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك، ويعتقدون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كل هذا يعتقده أهل السنة والجماعة، وهم في كل ما يقولون ويفعلون متقيدون بالكتاب والسنة، ليس لهم هدف آخر، بل أقوالهم وأعمالهم مقيدة بالكتاب والسنة. ولهذا سموا أهل السنة، وسموا أهل الجماعة، وسموا أهل الكتاب والسنة، لأنهم اجتمعوا على ذلك وتعاقدوا على ذلك وتعاونوا على ذلك، فهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الكتاب والسنة كما بين ذلك أهل العلم، وفيهم أئمة الهدى والعلم الذين استقاموا على الدين وتقيدوا بالشرع، كلهم داخلون في أهل السنة والجماعة، وفيهم الأبدال، وهم الذين يبدل بعضهم بعضا. الأبدال يعني العلماء الذين يخلف بعضهم بعضا وينوب بعضهم عن بعض، كلما هلك عالم جاء بعده عالم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا حال هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، يعني حتى يقرب قيامها بمجيء الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، حتى لا يبقى إلا الأشرار، فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم منهم، وأن يعيدنا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل وسلم عليه. نعم، الحمد لله على التمام، وجزا الله جل وعلا شيخ الإسلام ابن تيمية خيرا، والشيخ عبد الباز خيرا على ما أفاد كل منهم وأجاد، وجزاكم خير على الحضور، فقد أعنتمونا على طاعة الله عز وجل، فلولا أنكم حضرتم لما قرأنا الكتاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.